أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الكوان الذين كوروا آمنوا رمضان ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. آيات أسان درسي ونكب الله بينا وآيات كنتون يا أفراد أفر وكنتون رقم كذوية أو سورة المائدة كمئة آيات كوري وحايا دولك ومعركة قلوب تضشك وكجري نفاقا إن أدك دقايين إن يتردد أوليبتا يهودي النصارى كواسا لغا سوورما ويليه وحان كعبسانينا انو حالك حق يهودي اووري وغلبة ياسكاشادة كلك انان تعانكو يالا نارما كلك اسا ليكوا ايقا وحال اركاينو الهي مثلا ومسلمين تفتح سيو اما امر كربو وكل عقالدة ومركا ايقوا ومميان ومركا مؤمنين تايكو يراهين سو نمانكا نمانكي كل عارين جري ما دارتو دماشو وضن بيسا اني مؤمنين المانتا وامحا وحاقبسة عمل كوديا بري قالوا الهي استنى واجر. يا أيها الذين آمنوا يا أيها أكوان الذين كوها آمنوا رمضانوا من يرتد منك النغضة منكم حالوا إذن كمدها عن دينه كالنغضة فسوف هذا كذب يأتي الله إلهي ولي إيمان دونا بقوم الروح أيق بقوم دك قوم كاسو يحبهم وجعل يهي ويحبونه أيقنا جعل أذلة جل حسن على المؤمنين مؤمنين تكر كذا أجل حسن أعزة أدادك على الكافرين قال ذكر كذا كوككا كواسو يجاهدون جهاد أين في سبيل الله إلهي جدك سفيه سكج هذاين ولا يخافون عن عبسنين واللهم تلائي من كد قال الدقالدي أنك عبسنين ذلك كاثنا فضل الله إلهي فضلك يسوعي يتيه وصي يا ربي فضلك من وصي يا شاوه دونه والله إلهي واسعون إلهي واسع وعليمنا وعلم بضن كلك آيات أنهرت وحوليها أساسك آيات أنهي تسنى يسينه إلهي غنيه فضن يهي ومخلوق يسا عبادة دودة يطاعة دودة وسنبهنين وحانا كانوا دقائنا سامن عمل صالحا فلنفس لليها وحفظنا وانكسوا هذا الله او اللي يريننكي عمل وناسن سمينا أصغهم بأسكال أحد كلاو الله لمرع وحسر وإذلاف وحق إلهي هو سبحانه وتعالى وننكي معرسة شر سمينا شرتي ساس أصغهم بإدلمي يعني إلهي وحمد بيسوا إلهي شرتي ساس وحبك مرد بيسوا إلهي ننك ضايا عضا عادي سنة ملكي بيسوا وحبه مكر رسوه منك عاصي عسيان كي سنة ملك الرب وحبك مدنت لكن مخلوقة وحبا يؤتر وحنا وقوده وننك عاصي عدن بقو السمعي مخلوق يكروه هلا السمع ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب وكي حسن البسر يري بغلك جعل اللي يراه حار والوالك قد كي سينو كوها لا السمع كاسوها لسو يهي عسيان كننك عاصي عدن بقو السمعين الدرادي تنكرنا وارغنا ننك جهاز كي سي إنه أمد بنا إلهي وكو أنفعي كل مدى أن ساسم بيت السنة كل هذا قولا هذا أي في الدول وإسلام كيف يكب حضر لأن نسله المعرسة إلهي وحب لبيسان إلهي خالق واي كل قوم أولا إيمانا كلا أولا إيمانا قوم كأسك وسلي ماذانا إلهي واجعلي فأوليدي سوا وهو تيسيرنا معرسة وحل وهي ضاعه وتيسيرنا غلبو السينا نصره السينا وحل وهي شره معرسة يكفغينا وهو وافجنا ما أرتي ذكره وافجنا يحبهم ويحبونه أيضا ويجعله ربي وربي قاسي عابده وحده لا شريك له وهو يقول سنة ربي معرفه فلك بعد المعرفة يهدنا ربي عابده وضع عدي سيكا سيقف سنة كلك وحيرا سيدات وعطف سورة أهل عمران كسر مرق مهم كوائن ربي كجعله ظهرت هذه هذا الذي واجعله الشيخان يسو ويتاسياه بوان امركو اسوكو جعليهي او جعلها تمركاسو صحيح كلتا دولكا محالو قرطا دولكا او الهي لئمانا او الهي جعل ايغانا او جعليهي دولكا او يدبحسيه سفادة وكا يو دبحسيه المؤمنين واكا كيهنا يكو كيهن قالده النبينا عليه الصلاة والسلام اللحوك القتال اهل الهجري لحوكو لأوليائه اوقص لا افرحسيه القتال لأعدائه وكا كلك نمنك عيدا سفظا وحوى إلهي جدك كل جهادين لتكون كلمة الله هي العليا نحيك جهادين بأموالهم وأنفسهم لك جهادين وبأفعالهم فعلك ذلك جهادين وبأغوالهم وبألسنتهم وبأغلامهم انت صورنا كل جهادين قال لي كل الدرائين لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى وحك استودة قالنا عزيمة وضع أذن أحك استودة قال ويرا وروحك نسكدة بغالدة ايضا كما عبسنا ايين وحيك عبسنا ايين انو رب الدقالة تاسا ايقا عبسد وضاء وعبسد ايضا كان دقال كسك عبسنا ايين
ugaway qolkahay inta la soo sheegay inuu ilaahay ku jeclaado adna jeclaato inaad muuminiinta u jeclaysan tahay gaaladana ku kakan tahay oo dan marnaba u dabcin waxay leeyahay cizatan cala alkaafiriin adaas waxaa waaye inaa gaalada adayga ninkan u had iyo ka jeer xarka maleega gaalada siduu ula dagaali lahay si ula jabin lahay oo isu jabin lahay taas waa cizatan cala alkaafiriina oo iimaanka xooggiisa biqadri iimaanihi unbuu nin la arka gaalada ku kakanaaya maxamedu rasuulullahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum soomaa lolka sifadaas iyada ah oo intaas leh oo yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin cala almuminiina cizatin cala alkaafiriin oo ilaahay jidkiisa lagu dadaalo lagu jihaado oon loo matalaamin aan laga yaabin aan laga cabsanin waa fadli ilaahay axadku doono uu siiyo yaa ayuhaa kuwaan aladiina kuwii hu aamanuu rumeeyanow man yartada ninkii noqdo minkum xaalu idin kamid yahy can diinihi diintiisa ka noqdo islaamka ka baxa fasawfa hadda kadib yaati llahu ilaahay maana biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu oo qoomka waa iska caam qole waxay leeyin waa ahlulqaadisiye waaye qoloo saba dhulkii la jiro yemana qole waxay leeyihin maaragtay yeman oo dhan waaye saasay leeyihiin qole waxay leeyihin abu muusa alashcari uu nabiga calayhi salaatu wasalaam agjoogu yidhi midkaan iyo qoomkiisa waaye adigu waa caama ayada ayadda fasawfa hadda ka bacdi yaati llahu biqowmin la imaana qoomka yuxibuhum uu jecel yahay wayuxibuunahu isagana jecel adilatin kuwaasoo jilicsan cala almuminiina u jilicsan wafil janaaxa ka liman itabacaka min almuminiina wa acizatin kakan oo cala alkaafiriina gaalada korkeeda ku kakan kuwaasoo yujaahiduuna fii sabiilillaahi ilaah jidkiisa fiigiisa ku jihaadayiin walaa yakhaafuuna aan cabsanaynin oo looma tallaa'imin ku dagaalaya dagaalkiisa aan ka cabsanayn daalika kaas fadlullaahi ilaahay fadligiisa waaye yu'tiihi rabbigaa waa siiyaa fadliga manuu siiyaa yashaa uu doono wallaahu ilaahay waasihuna ilaahiga waasaca waa caliimun oo cilmi badan innamaa in kalama ee weliyukum idinka weligiinna allah macbuudka waaye wa rasuuluhu rasuulkiisa waaye iyo waladiina duulkii aamanuu rumeeyeen alladiina mu'miniinta oo yuqiimuuna salaata salaada ogaayeen wayuutuuna zakaata zakada dhiibaayeen walxaalhum ayaga raakicuuna khaashicuuna mutadaricuuna ay yihiin kuwa oo aan kibir lahayn waman yatawalla allaha ilaahay ninkii talada u dhiibta wa rasuulahuna u dhiibta ka weliyeesho waladiina duulkii ka weliyeesho oo talada u dhiibta aamanuu rumeeyeen fa ina xisba allaahi ilaahay xisbigiisa hum ayagaa alghaalibuuna kuwii adag ah ee aayaddaani haddii la yidhi oo aayadii hore naloo diiday inaan yahuud iyo nasaar inaan wilaayada u dhiibanno oo la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd kolka yaa taladii loo dhiibanaa taladaada horta waxaad yeelaysaa bal ilaahay horta talada u dhiib haddana rasuulkiisana u dhiib mu'miniintana maaragtay iyagana ka weliyeelo kolka ilaahay oo micinna ah kolka rasuulka iyo mu'miniinta wallaahu macahum kuwaasaa maaragtay yaa awliye isu ah kuwaasaa nusro yuu rabbi maaragtay nusradiisa helaya shakina ma lahuu yidhi kolkay wilaayada iyaga dhexdooda dhex marto oo tacaawunka iyo tacaaludka iyo tanaasurka ay isu sameeyaan markaas inay qaalib noqonayaan taa shaki ma lahuu yidhi maxaa yeelay ilaahay yidhi uu yidhi waina jindana lahum alghaalibuun laaqlibanna ana wa rusuli waman yatawalla allaha wa rasuulahu waladiina aamanuu faina xisba allahi hum alghaalibuun kolka galabada iyo nusrada waxay ku taagan tahay muslimiinta oo garab isisiisa min duuni alkufaar min duuni alyahuudi waannasaara ayaga maaragtay garab isisiisa ee mu'miniinta maxaa lagu sifeeyey salaada oogaayeen oo arkaanteediiyo shuruuddeedii hay-aadkeeda la imaanaayeen zakadana dhiibaayeen ee salaada xaqullaahi waa zakadana xaqulmakhluuq waa walxaal hum ayaga raakicuuna ayagoon haddana kibir lahayn qolaa waxay leeyihin wam raakicuuna jumlada xaalo waaye oo zakada markaad dhiibayso adigoo salaada ku jiro rukucsan kolka xadiis ay sheegaan sanadkiisana laysku khilaafay oo cali bin abi daabir radia allahu canhu isagoo salaada ku jiro oo rukucsan uu nin saa'ila uu wax warsaday rag badan dad badanayna saxaabada tukanaayeen kolkaasuu kaatun oo fartiisa ku jirtay iyo intuu iska bixiyey iyo u tuuroosiiyey kolka calaa kulli xaal hadda haddaad adoo salaada ku jiro bixiso kaba salaada kaa jabi mayso laakiin lama dhigi karuu leeyahay nin culimo ahoo yidhi salaada markaad ku jirto rukucsan tahay inaad wax bixisaa u ajir badan oo kolka kale ka ajir badan wax yidhi ma lagu yidhi innamaa in kale mee weliyukum noligiina ahadka oo talada aad u dhiibanaysaan oo taladiina hayna allahu macbuud waay wa rasuuluhu rasuulkiisa waay iyo waladiina duulkii waaye aamanuu rumeeyaan
الذين مؤمنين تهو يقيمون صلاة صلاة أوغايين ويؤتون زكاة زكاة ديوايين والحال هم يراكعون أي خاضعون خاشعون سلاة تفسير كبضان واسلاة ومن يتولى الله إله إنك التلذي أوليبت والرسول هنا أوليبت والذين الدول كين أوليبت آمنوا رميان تناصر فيه تولي بهالك الجيء فإن حزب الله أيها غالب أبرك أيها عدك فإن حزب الله إلى حزب جيسهم أيها يا الغالبون كوي عدك يا أيها كوان الذين كوي آمنوا رميانوا لا تتخذوا حكي لنا الذين كوي اتخذوا ياشان دينكم دين تين هزاء عيار هزاء جهجاس إيا واللعبا عيارك ياشان ومن الذين كوي كمذا أوتوا الكتاب الذي من قبلكم هرتين إيا والكفار قارضا ومشركوا العربة أولياء حكي لنا واتقوا الله إلهي كعبصد إن كنتم هداتهين مؤمنين كوي رمي وإذا ناديتم هدات واخدان إلى صلاة صلاة إنتك أغيرتان اتخذوها صلاة وحكي لنا هين هزاء عيار جهجاس إيا واللعبا عيار ذلك قالها صلاة فوزة اللعبة كالكتان بأنهم بسبب أنهم أي قوم إليهم وهي قوم كلا يعقلون عن كثين أيضا وحان الأرئبة دولك دينتين كالكتان فوزة واللعبة ودينتي وأركا إن عيار أي تهي وصدا أوجه جسي ولما قلاء قلاء ذي كتاب كفرتين لسي أو يهودي النصارى في قراءة مشرك العرب وكفار على بعض قراءة كواس تلاه ديبنينا وحا كواس دخن كوذوية صلاة مركز أولا واغنان آذان كأي مغلان مركزة وحي اللي آذان كي وحي كدنغان أيان وصلاة ديو أركان تي رغن الإسلام كفوه أولا ويناي باعت ويحي أهر ريسي يهوزي اللعب كدنغان أيان محي وقعي أغدنغان أيان هزءا واللعبا يجاسي عيار يعني دغن وحبق قرنين موال يا أيها كوان الذين كوي وآمنوا رميانوا لا تتخذوها كيا لنا الذين كوي اتخذوا ياشين دينكم دين تينا هزوعا جهجاس إيا واللعبا عيار كياشين ومن الذين كوي كمضع أما من الذين كوي يعني من الذين كوي أوتوا الكتاب الذي من قبلكم يرتين والكفار نقعض لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم والكفار لا تتخذوا الكفار ولا تتخذوا الكفار قال يا صاحب مشرك العرب أنا أيضاً أولياء كي يلني لبدا قلوا طلده أولي بنينا قولك ماشا والكفارين والأخرين والكفارين والأخرين قولك والكفار مركا تراهو من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ماشا سيكو عصن تهي والكفار مركا تراهو نسيده ورنصاع شغني واي الذين اتخذوا دينكم ماشا سيكو عصن تهي واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلهي كي يا بعض أضموا من هنتهم فلك وإذا ناديتم ناديتم تان آذان كوا زهر وحيد آذان كإلهي واشق القرآن كيزا آذان كشهد تيك لنا سورة الجمعة أيضا وإذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لبضع سامارت أيضا يا آذان كي يا الوشل فلك آذان كاس مركي مغلان مركاس كعيارين وكججيسين كل كوا شيطان كمركو آذان كمغلو عرر أسوى دوسة فيق فيق كسينا سوى نقنا مركو آذان كدمادو مركي أقمد لقلو هادان يو عرر يا هادان كل كي لدما يسوى نقنا صلاة لقلو نكي قلبك كدر عددك وحاسن حصوصتين يوحولي وحا حصوصة وحا حصوصة إلى الروحي يوسن وغانين إن الله انتو تكذي مسدح تكذي مسكين مسكبضا كل كي نكي سيدة خمسطو آير سيدتين أو سيدة تستهوي ويرى سجود ساو هذا وإذا ناديتم هذا دواغدان إلى الصلاة صلاة انتكا دول دواغدان اتخذوها صلاة وزي عن جاجاز كي يولنهين إيا واللعبا عيار ذلك كاسب أنهم بسبب أنهم كأنهم بسبب أنهم أي قوم إنهيهم وهي قوم كلا يعقلون عن وحقرني ما هي لدي وحقرن أيو صلاة الرب أو إله اللي يقول لوان أيو وأركان تواوين بعد التوحيد بعيدة كما أصلكتين هزاء كما يشاهل والله سبحانه وتعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أعيد أسان ترسي أنك بالله وإنا إن شاء الله وأعيد كنتم يستغالات وصورة المائدة كمدأة أيضي كوري وحلقها الله
in laga reebay duulka oo maartay diintanada ciyaar ka yeelanaya oo ku jeesjeesaya markay maqlaan oo ahlu kitaabka oo kuwa hortaan kitaabka la siiyo yahuudi iyo nasaara ama gaaladii oo mushrikiil carabah kuwa inaanan tali u dhiibanin tan kale ee day maqlaan aadaanka salaada loo aadaamayo salaadaas ma aragtay iyo aadaankeeda ciyaar waa nooc min alacba ay leeyihiin oo hus iyo lacba ka yeelanayaan kolka kuwa ayaga inaanan tali u dhiibanin taas ahayd ayadda ayaddan ka horay hadda ayaddaana qul ya ahlal kitaab qul dhanno maxamedow ya ahlal kitaab kitaabka ehelkiisow hal tarjumuuna maqoonsanaysaan minna annaga xagganaga ilaa aan aamanaa inaan rumaynay un muubiye billaahi macbuudka aan rumaynay wamaa kiina aan rumaynay unsila la dejiyey ilayna annagana loo soo dejiyey wamaa kiina aan rumaynay unsila la dejiyey min qabla horaan loo soo dejiyey iyo wa anna aktarakum badigiin faasiquuna kuwa daacada ka baxay inay yihiin kolka aayadda tan ee waa huze iyo lacibkaas maxay keeni oo ittakhaduu diinakum huzaan walaciban waidaa naadaytum ila salaati ittakhaduuha huzaan walaciban kolkaas waa mida ayada ah waa dacni waa ceebeyn waa qadxi ee markaa diintanada ceebeynayiin oo annaga ayna ceebeynayiin kolkaasaale war waxa aada nagu ceebeynaysaan oo nagu qoonsataan muxuu yahay so-un ma aha un inaan ilaahay rumayni inaan rumayni kadaalika wixii kitaabuhu naloo soo dejiyey annaga qur-aanka inaan rumaynay wixii hortana la soo dejiyey oo kutubii horooda tawradii injiil inaan rumayni iyo inaad adinka badigiin aad maaragtay faasiqiin a tihiin waxaan ahayn miyaad nagu qoonsanaysaan waa maya ee waxaase wax laysku qoonsado oo laysku ceebiya ma aha bal waa wax laysku ammaanoba kaasoo wamaa naqamo minhum ilaa an yuuminuu billaahi alcasiizi alxamiid aayadiyo kale waaye aayadda sidaas ilaahay uu ku yiri iyo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wamaa yanqimu ibnu jamiil ilaa annahu kaana faqiiran fa aqnaahu llahu iyo kale wa qoonsiga waa sidaas qul dha yaa ahlal kitaabi kitaabka ehelkiisa hal tanqimuuna maqoonsanaysaan wax aad nagu diidaysaan maxay taa nagu ceebinaysaan hal tanqimuuna maqoonsanaysaan minnaa annaga xagganaga ilaa an aamanaa inaan rumaynay billaahi macbuudka aan rumaynay wamaa shayna aan rumaynay insila la dejiyey ilayna annaga naloo soo dejiyey wamaa kiina aan rumaynay insila la dejiyey min qabla horaan la soo dejiyey aan rumaynay wa anna askarakum badigiina faasiquuna inuu yahay kuwa daacada ka baxay waxaan ahayn miyaad nagu qoonsanaysaan waxaasna wax laysku qoonsado oo laysku ceebiyo ma aha waa kolka meeshaan wa anna aktarakum faasiquuna ka qabo wa anna aktarakum faasiquun xaggay ku cafan tahay haddii atiraahu hal taqimuuna minaa ilaa an aamana ilaa anna aktarakum faasiquun yacni aniga sida iigu muuqata inkastoo ma aragtay mufasiriinta hadda ku aan hayno ibnu kathiirkii sacdigii inuu ku fasirin waxaa waaye waxyaalaha badan oo had iyo ka jeer muslimiinta lagu ceebiyo oo la yidhaha waa laidinka badan yahay aqaliyaa tihiin muslimiinta keliyaba ma aha dadka ahlu xaqa ah yaa waxaa laleeyahay waa laidinka badan yahay kolka waa laidinka badan yahay oo waad yar tihiin ma waxa laysku qoonsado laiska ceebiya laa xaqa qad yakuunu maca alwaaxidina waa hadaa la arka qad yakuun waqad laa yakuunu kolka layskuma ceebin karo yacni dadka badigiisa faasiqiina sidaasay ayadda macnaheed u egtay waalcilmu cind allah qul la yaa ahla alkitaab kitaabka ehelkiisa hal tanqimuuna minna ma nagu qoonsanaysaan ilaa an aamana saddex waaye markaas inaan ilaahay rumaynay an aamanaa billaahi maya waxaa waaye afar ilaa an aamanaa billaahi macbuudka inaan rumaynay waa kow kitaabkiina loo soo dejiyeyna aan rumayna wamaa unsila ilayna kii horta in lasoo dejiyo tawreed iyo injiilna aan rumayna adna adinka faasiqiin a tihiin oo badigiin aada faasiqiin ay tihiin oo faasiqiinta ay badan tahay intaas waxaan ahayn miyaad nagu qoonsanaysiin waa maya intaa ceeb male wallahu nabiukum dhamarka qul dhahaluu nabiukum idiin sheega bisharin ku shar badan min daalika kaadaas ka shar badan mathuubatan abaalinta cind allaahi ilaahay agtiisa laysku abaaliyo kaga shar badan idiin sheega man waaye lacanahu llah ilaahay uu lacinoo lacnadu ku ribi oo waqaliba calayhi korkiisa uuga cadhooday oo wajcala u yeelay minhum xaggooda alqiradat faayeer iyo walkhanaasiira doofaaro uu ka yeelay wacabada caabudo adaaquuta sanam caabuda ulaa'ika kuwaadaas yaa sharun shar badan makaanan ku shar badan waa adlalu dhumid badan oo can sawaa'i sabiili jidka kiisa toosana ka dhumid badan kolka meeshaas mar hadday mu'miniintii qoonsadeen oy qadxi ceeb ay ceebiyeen oo diinteeda ay huza-an ka dhigteen meeshaa maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay inay mu'miniinta ku tirinayaan dad oo ashraar ah kolka waxaa laleeyahay waxaas aada shar noogu tirinaysaan waxaa ka shar badan ma idiin sheegaa waxaasoo dhan
وهو إلهي أكتيس أبالك أيها الله كحمان بضن ما حيه وأحد كما رتي ملعون كأو إلهي والله علي وأدنك اليهود وهو إلهي وحر وضع عرضي سكر عدي وهو إلهي ما رتي غردة وخنازير وكالغي سيدي ما رتي سورة البغرية سورة أعرافي أيضاها اسم عرفتي كجرتي أو سنم عابدي انت قلد السميسي قلد عسى مكان كشر بضن ويجيبك كبه مذبضن وأنك حتى بشر ما نسلين إيسان انت ساد أذنك كوذ سفودي وانت عاس أذنك كوذ سفودي يا ما عرفتي يا أحد أو مؤمنة يا سر كشر إيسان قلت أذنك شر بضن قلت أفعل تفضيلك أنا ليس على بابه ياسيري ومقابل كيسا إن وحا أولو ذاك سرمال شر المكان يأظل إيه ولا أمو نبيكم بشر من ذلك فشر تاس أشرنا أصل كذي أفعل تفضيل إيهي كل كثرة الاستعمار يا خير يا شر أخير يا أشر إيهي يا همزيني اللي يقوم إليه وقال هل أمو نبيكم إذن شغاء بشر كشر بضن من ذلك كعادة كشر بضن سيدا أضغبتين فإن الدين تي إسلام كأي شرطة إسلامان شيء كشر بدن ميدين شر ايه دينت اسلام كشر بمالا ها افعل تفضيل ليس على باب اذا شيء انيوا بشر كشر بدن من ذلك كاس كشر بدن مثوبة ابالنت عند الله الى اكتس الاسكو ابالي وكان كغم حمى تقاني من واي لعنه الله اله اول لعنه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وغلب عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتجون الى اخر الآية وغلب عليه كركي سوى عراضي وغلب الله عليهم أيانا غلب أي قضان يهود العمد إيو وإلى نحريس اللقفقي إي عرض ربي وكل حضي أمولي بتزولي وجعل منهم أي حق هذا القردة الدائرية والخنازيرة وكيالي فلما أتوا عما أنه عنه قلنا اللهم كونوا قردة الخاسئين سوما سورة العراف وجعل أجعل منهم أي حق هذا القردة فهي والخنازير النبي قال لويدي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دانيرت أنا دجوكتا ما دانيرت يهودي دانيرت لقد غيميا ما يرقروا هو إلهي مسخة تكردو نسلنا ما يرسان ما نسلنا على هذا دانيرت أن تكف الرئيسي وعيوس إلهي خلق إيسا وعيوانا مركي وعيوانا مسخة وصورة وكما وكيسي وكالكي وجعل يلا منه عيوانا القرصة الدائر والقنازير الدوفر وعبد الداغوسة قراءات بضنا كجر سعبده في الكاس يا سيدة هذا لعنه الله وجعل وعبد سيدة سيمارتي قراءات سوم شهور سوم وعبد الداغوت السنم عابدي كاس أذنك السنم العابدين لعنه ذا إذن كل عدي غلبه إذن كل عدي دائري دون فارا لذن كبقي شر كواس أبتوضتها الله واي أولئك كواس يا شر شر بضن مكان كشر بضن وأضل الأميد بضن وعنسى وأي سبيل جيزك كيسة توصلنا كل أميد بضن وإذا جاءوكم مركب إذن هذه المنافقين قالوا حي الله آمنا وارمين والحال قد خلوا أي سواء قالهم بالكفر أيها كلها والحال هم أيها قد خرجوا أي بحان به بالكفر أيها كلها أي بحان بحان والله إلهي أنا أعلم أب بما كيوب يكانوا أي هذا يكتمونك وغري لأن من كان محاوى المنافقين كاسا مارس أيضا أي سفينيسا النبي إيمان الذين عليه الصلاة والسلام كل كوي مادين وحيله المؤمنين ما آمنا مر كوي مادين قال لنا بيوتي قال لنا بيوتي أي قرسنا يا مر كوي بحينا أيدي قال لنا دون بيل بحين وح الله وحي كام غلنا موعدا وحواء مطرين كل كأي ذا سد عصا لو حي سقبان هنا أي دسك في عينين إله يا أنا وح أي قرنا يين أي دسك كقرنا يين كقدا عين إله يا معرفتي يا أب أو وكعوالنا قيامها وان وإذا وقته جاءوكم الكوي ماذن منافقين قالوا يراهن آمنا وارمين فالحال قد دخلوا بالكفر قد دخلوا أي سوق لنا بالكفر قال لما إلا سوق لنا فهمرك السوق لنا قال أي هاي فالحال هم أيها قد خرجوا أي بحانوا به بالكفر إن أي لبحان مرك بحيانا كفر يا أيها وطوب أي بحان وح الله وحي موحده زواجر الله شاقي آياتي اللقاء أخري وحبا أمترين والله إلهي أنا أعلم أب بما كيوبيه كانوا أهيبت منك وغريا أسرع كأبالنا قيامه وتراه حضرك كثيرا وحبضا ومنهم من اليهود والنصارى كمذا يسارعون إني دقدقائين في الإثم الزنبق دقدقائين إيه والعذوان الله يتك إيه وأكلم عند وضع الصحة حارانت يحونيا لبيس وحباس لماك يا باس
كانوا هذا يعملون كوا عمل صلاح لولا ينهاهم أيضا الربانيون ولمضوا الربانة وأوين يولا أحبار فوق هذا عن قولهم هذا الكوة يعليس من دمك يكوها الله يكوها اللهين كالربانة إيه وأكلهم حليد وراء السحطة حرامت أيعون أيين كالربانة أيين كالربانة لبيس وحاباس لما شاء باس كانوا هذين يسرحون كوا السمية أبدول بنان أو يهود كمدعة دمك يؤدك دقائين عدوان كانوا يؤدك دقائين يسارحون في الإثم وسمينا أيين كلية لما لهين بلوا يؤدك دقائين كل إثم لما حيثهاي مع سدوا بينهم وبين ربهم مدى صوائي عدوان كان محاوه تعدي على الناس خلق الإلهي كنت عسين هاي نهي ظلمين هايينوا وأقل المسيحة حارانت أيحنا هايينوا أوه في الوضع له أوه في الشوضة الألوشة له أوه عامل وضع يكعنا هايينوا حق يقرنا هايين أوه بعض الكعوشة هايين يكعنا هايين وحارانا سكنا انت أصبح يسمينا من باسة إلهي كل ربانيين يا أحبار من هيك الولاية ناهم الربانيون والأحبار ربانيين وحلم ذوذين فهو وين معنى السلطان هيا أما علماء هذه أحبار هذه الإراء وعلماء هذا فقط فقه هذا ذوان آيات عن آيات وحيد وقدرا وتسك حتى مسلمين وقابلوا المجلس محايا لنك عالمة وحالة فاتسك إنه وحي منكرة وحي من هي هذا إنه كرب وحي مأمورة عدنا أوفره هذه أجيال وايو لبيس ما كان يصنعون ساهم بإيمانيس وتراو حضرك كثيرا وحبطا ومنهم من اليهود والنصارى كما يسارعون إنه يدقدق عيان ثلاثة من ذنبك يدقدق عيين وبينهم وبين ربهما إيه والعدوان عليك يتعدي على الناس يدقدق عيين إيه وأقلم عند وضع صحت حرامت يعون عيين وأمواش أي باضل كقاذن عيين وعامد وضعي كقاذن عيين إيه اللالوش كيو كوار ربدي يوا لبيس وحباس لما كي كانوا يهادان يعملونك وعمل صلاة إيه أيضا دموس وصعتنا لبيس ما كانوا يصنعون وحوله يصنعون إيه يعملون وإسكمت لبيس وحباس لما كي أباس كانوا يهادان يعملونك وعمل صلاة لولا ينهاهم الله ينهاهم كواس ودن بيقودك زي عليتك وحرامت هنا الربانيون كو ربي لولسي واحد ومضوض وين وين ما يخيبان خيبانا معنا هرب محيو ربي وين وين هربانا إيه ولا أحبار فوق هذا خيبانا أو ما هيك الرواهين عن قولهم هذا الكوالك ويهودا الإثم دنبك إيكوها اللهين دنبك إيكوها اللهين ما يكرر إيه وأقلم عنده السحطة حرامت إيحنهين لبيس وحباس لماكي أباس كانوا إيه هذين يصنعونك وصمياه وقالت اليهود يهود حيث يد الله إليك عنتس مغلولة تلحروا غلد أيديهم قعمه هذا وغل حراء أما وغل الحراء واللحنة وغل اللحنة أما وغل اللحنة بما يساوي ما كسابتي سقالوا أي رهي ولا يداه ليس قعمة رب مفسودة ثاني لبلة تديوه ينفقوا بحياء رب كيف سوي يوحوا بحياء يشاوه دوره ولا يزيدن والله يلا يزيدن زيادية وزيادية كثيرا وحبغا ومنهم أيها كما ما شيء انزل لتجي إليك أذيك الويدجي من ربك ربك على حق سلقاته تجي بغيانا حق قده إيه وكفرا قالمه كاسب زيادنا وألغينا وارمي ربك بينهم لحظة العداوة تعل إيه والبغضاء عرق كاسا لحظة كرمي إلى يوم القيامة قيامة مالك سنت الله قال كلما عندما أوقدوا نارا دبع فريام للحرب تقال أيوه ريام بأفعه الله إلى وقود دمية أمواب الدمية ودمينا ويسعون ويسعون هينا في الأرض أرض فيه فساد كاسي لسعون هين والله إلهي إن الله يحب مجعل المفسدين كوح فسادي إلهي مجعل فهو قالت اليهود يد الله مغلولة محيوذان يد الله مغلولة محيوذان إلهي وابخير ساسي أوذان كل كغلد أيديهم ولعنوا بما قالوا هذا الكيراهين كيهم بالوع اليه والله سبحانه وتعالى أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلد أيديهم ولعنوا بما قالوا آيات أصلا كفر الله وإنها درسي أنه أنت وآيات الرقم كذوية هاي لحظاً يأفع كل كيهود مرك إليهم إلهك أنت سوي حرنت واتل حري يعني حرق أكو حرن أمو وضان وحيو وضان كاوا بخيل حقنا محيو رهين لقد سمع الله قول الذين حق سورة آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء حق وحيرا أنك إله ما يبهنون
أسدعوا أماه دورسان هاي ولا من الذي يقرم الله قرضا حسنا ولك فقير وعيره ما أشعرنا إلهي وحي رهان تعانت سواحرا سواحرا مبحنات اليهود همارة أرادلوا قول شنيح وفالحم إيا أقوال فضيعة وحاسيكوها اللايين كلك وحاد مدائنا أجل إلهي وحكو لايين وحق الكلهين أي ورسلين وآتي حق سورة البقراء أنكسها مرني منك عدو أجبريل يا ملائكة إلهي علواء أعطى حقه من كان عدو من الله وملائكتي ورسله وجبريل جبريل كاسمرك مغلين والنبي قال إيراهن عليه الصلاة والسلام أدل إلى وحي يكسوه قارسي حق إلهي ملائكتك على حرية التوى وحي إيراهن جبريل وجبريل وإيرا النبي فالكاسر جبريل أنه أعلن ما هذا لنك سرطة هنا فافيه إلهي قارسية وعقابتي وحي سيدك يعسك بروح يقول الله إلاقيس هذا وحي يهود كل حياة ما أشي أيها يسير نقول الله أيان وإذا إلهي إلهي أنك يابنا مركز إلهي حي يقول القرائين السيقى من الجبي السيقى بخيلة نمس سيناء وح بس كان نغماء سكي سيناء بل أذيك فيه إلهي تبقى في المينة وعطي أيضا ومن يريد الله فينته فلن تملك الله من الله شاء أولئك الذين لم يريد الله أن يطهير قلوبهم لهم في الدنيا خزوا ولهم في الآخرة عذابا عظيما سيئة صوى قلت هذا الكهنين كيرينا ما لقد سبع الله قول الذين قالوا إن الله فقير إن الله فقير ونحن أغنياء كيل كي أحد نجروه إلى يد الله مغلول هو محوية فرحاس كل إلى يهودية وكي أوكر أوضع فاحي قلت هذا الكاكوها اللي أوكر أنت مرجاس كل إلى أيها كمدة ملايات والأحدي تزمناي مدينة يا قولي سأيه وجبه أبوي من أوكر وكاسو واني ودينت أبوي ياري وكاسو يرى أنك إلهي حاجة بكملين أسلع نوبهان أنه ويديسنا معركتي أماهز إنه ورسنا أنا وكدرتونا وكاسو سيدنا أبوكر وطرباح تقلف رسولك كتعوه وحويري يا أبا القاسم يا أيها الليه جيران مكتا يا رسول الله مدها يا أبا القاسم سيدانو أبوكر يا وأبوكر محاذ ساو ياش سيدانو يرى مبادنك يا وكدر وقالت اليهود يهود وحيتري يد الله إلهي كعنتيسة مغلولة تنتل حريوة قولك وابخيلة أولا ولا تسد ولا تجعل يدك سيع يدك مغلولة نلاع نغك ولا تبسطها كل البسط وأيد إلهي وحن فريي إن أنواع رفتي وحبهنت أن كذبنا قصدا هذا اختصار أنتمين ولا تجعل يدك مغلولة نلاع نغك يعني وحاوة وحبوبة أذن ديمن ولا تبسطها كل البسط إن وحاوة إن أدخلنا في غير محلها الزائد قب حصه أما محل كذا ماشي حتى الزائد قب حصه فإذا دم له عثمان بن عفان يا أبو بكر وحولها أبو بكر وها يضم بحجر حقا ديتا ماشي أبو حقوة بحني حولها بدن قب حني دم له أيضا وصدها لا صرف في خير ما كما لا خير في صرف وقالت اليهود وحيتري يعني لا صرف في خير يعني خير وحلو بحي إسراف معه سيدا صلى وقالت اليهود وحيث يد الله إلهك عنت مغلولته كل حريوة قالك هذا الكأي كوشاغان ويراهن إلهي وابخير سيء بألو علي غلت أيديه أمرهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس مقيرا أم يحسدون الناس على ما أعطاهم الله من فضله وكا إذا وكاسل أمرهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس قالك أيضا مقيرنا وحيرنا الله كذلك أم بحينهن إلهي وهضل لعنتي سميدك تأه وحا أكش ويوه وحوله أكبحنا يوه حبين العرض إيساء الشميس بلاذا نركي نوح منذ ما خلق الخلق خلق غمرك أبوري ربك لا يسأل بالله إلى يومنا هذا انت سوتك وحا النعمة ودفك السقن وأرضاء أمر الله أما حيوانا أما وحك الساعة يؤسر بحياة ملكي سنة كما نسخانين سدى الصواي كولك ربي سبحانه وتعالى الذي سك أحمد الله في السيين ليلة والنهار سلاس ربي وحب حين يا كلك ربي بخيل ما عيدا بخيل ظل ذيديهم كلك جملة هداه دون تدعية كلي هداه دون خبرية كلي خبرية كلي وظل ذيديهم كعمه ذا الحري ولا إنه وانا لنا أنا ولا عمل ذا الوردي بما قالوا إنا يراهن صوبته بما بسوي ما كسبتي قالوا يراهن يا الله عمد اللي يقولي أما لبدي وقف سلا تفسير أما هبار وايو ولا تيديم قعمه هذا وغل حرو ولا عنه وغل الله عنه العنة كل عضو بما قالوا بسوي ما قالوا كي يراهن صابتا بل يداه اللي بيسا قعمه رب مبسوطة ثاني
لبل سديوا أيضا يد الله يده إيه وأصف ربي أولي هاي هذا هو أتان رموك تأمينك ربي سبحانه وتعالى هر يهبه سيدا صحبه هنيا قعان تيسك لنا قبله كاساكو السبن ويرفع قوم ويالله وآخرين يرفع ويخفض سيدا صحبه قولك هاي واتان أول وحبطا كهذا اللي إلهي صفات كيسا مركنا لو الشيغة أما مركا جننا لو قوى الرمية وحا جننا يهلا إيه وحا أدونك يهلا وحا يسدو ماه هذا وحا أدونك يهلا ونقانون بأن لو قشيغة مدعيس قولك ربي صفات كيسية صفات كيننا وحا يسدو ماه سيدا ذاتو بيسي ذاتو ذا نقول له حيس أكل فقم بأي أكل فقم قولك يا محال هو قشيغة مركا فإنو إلهي كعنتي سلو قشيغة إنو كعن له إنو لبقع مولاه وسمع من ذكر ما عمل أيدينا قامين إليه كل كأنت أصلا نصدع سلوه شيء من بعض الرومان يسا أذيك ما عرفتي أنا تشبيه كذبين ولا بديت يد ربي كل إنه كان أنا كذبين أو كل كذب كذب تتشبيه هذا أول ما حفظ شيء فمشابه هذا يفيدنا كل فينا عند قال مغش أنا ما كان وحوله مرك هرب يد إلهي لا شيء إلا بديت ولا شيء way ku yanaano kala ka dhigay mushaabahadaas ma hanas ka aanad tusinay ma tusinay nas aman kisim min wahmihim way wahmihim ayaga wahmigooda waa laysa kamid la shay iyo waxayna xusuusnayn walaal ku loo ku faan ahad salaatu dhuru billahi lamsaan tanayna xusuusnayn kulka mushaabahadii markay keenan iyo markaas adana waxay la yimaadeen tacdiil oo yiraahaan ilaahay laba gacmood male gacan male kulka maashii ever noqot يا هذانا يرى مرسلا من نقول إيسا تعديل كان كليل ومجيء كره تحريف ويدينا قدرة أن أقدمه بل يداه مبسوطة ثان قدرة أن كذبهم تينها عيلهم بأس بري عمر كمارة أشعري وحليين كمون بحال إلى هاجرة أو إلى إذا تريس كم هو إمسمة على مدها سباق كيسنا كم إمسمة على مدها قدرة سوامد إرادة سوامد سمع سوامد كلامك سوامد تاس إليه كل هذا يميد هاي أو يدي عد قدرة أتكلفتي سيدي قدرة دي لبا قدرة أنه قاني يده مفسودة تان أيهم بايس الجبنة كل هذا سلف تاسا مارتي أيضا كل كواس حصائصة الخصة وحصية مشابه هذا يكو حنبان واسفة خصيص وأيضا اللي يميد هاي تعديل كأي سفة الرب يدي ذا سيدة وكلا سفة خصيصة أول وحا خصة وفي اللي يميد هاي تعريف كأي قديم إيو ست حدا خصائصة وحنهم كأي يوم حاكو سغن رجوع إلى الحافرة الرأس كذي يدبي يقول نقدان أمرك اللي ويدية واللي يري قدرة إله الشاغة يقول الله أعلم أمرك هرب ما يدي يدان كيسكر ميسان أمرك اللي ذي راسيهين والله أعلم هذا بخلاف السلف السالح السلف السالح أيها ما عرفتي وهي على أوه فضل الله والشرف أه يا أيها مثلا صفات كلاه مشابهكم أين حنبار تحريفنا ما عرفتي تعميلنا ما أين الدين وما يترن تحريبنا كما سمينا ومثل ما يسوى ما يشعر ما ينسوى بيقين مركي هرو لويتييبا على الرأس والعين أنا يد إلهي يدينكس وارو ما يسنهاي بدون تشبيه ولا تعضيل ولا تحريف والكل مياه ما يسألوه كالتي كل هذا شاد مياه حقيقة يد إلهي إيا يدينكس حقيقة الله كواس إلهي أبا أقوى ولا يحيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وكا كل هذا إله يا أب سيد أصواه سلف صالح عقيدته بل يداه الذي سقع من مصود الثاني لفديوه ينفق الرب وابهيا كيف زيدي يشاء الدون أهل كأل كرم ملك ولا يزيدن زيادية وزيادية أدول بدنا أدنك إذن كمدع أو يهود كمدع وح الله وح الرب سيد الجيي أو قرآن كان كيف رح قدب إيا قالما أمبؤ زيادنا أوك. ولا يزيدن زيادية كثيرا دول بدنا أمنوا إيا كمدع ما كيف زل لتجي إليك هذه الوسط من ربك ربك على حق سلقا لتجي بغيانا حدد بأوك على مدى من جاوزة الحد لسي إيمانين انبؤوا زيادنا أيها كفرا قالما وألقينا وارنوا الرب بينهم لحظة العداوة العليا والبغضاء عرق إلى يوم القيامة قيامة مالك سنت الأجاب أي أرسوك سي كثولك يا بروسوس سي غيرك قل قل ذكر كنسة ذكولة كان ملك أرادوا بعد حتى لقوقيا إلى يوم القيامة وكا وألقينا وارمي الرب بين وأفاغرنا بينهم العداوة وكلوا وغرها محل يراها بهالك اسماء عرفتي وحسكوا لجينا واي وقام أن أفكار سوي يراها فما لدنا أذي وحي وحسكوا لجينا ونسكده
وألقينا وارمي بينهم أحضر العداوة تعل إيه والبغضاء حركة سانكرمي وكتب كون واسيه غراه غراها سكرة وقلنا الساقضة وحليس كل الإنجيل إلى يوم القيامة قيامة مالك سلاجة كلما أوقدوا نارا للحرب أطاها الله جملة دعايا ونقوني خبريا ونقوني خبريا ونقوني ومرأة الله مركي قارضة آس لويد آس إيه وحي الله المالوطن أي دفهريا وقال مسلمين تأيني لدك على ما نعيه ريانبا إله بختير دبكوت سيزم الجمع ويولون الدبروة أما الله دميه وهبار كلما انقدم أوقدوا نار دبعه ريان للحرب بغال درادي أوه ريانبا أصبح الله إله دمنا وجمل خبرية أما كلما عندما أوقدوا أيه ريان نارا دب للحرب بغال أيه ريانبا أصبح الله إله وقود دميه كلك إله دعبيسا إيه خبر كيسا وأسكم الله من لغمك حد عدي سنة هبار كيسانا لغمك عارف خبر كيسانا فموا ويسعون واسعون هينا في الأرض للك فيه فسادا إلى السعون هينا كل فساد كاسنا هيتاهي كفر قوضي الله الكوضة إيه ذبك مارتا دينة إسلام كا كور تاغيهين وقال لما دور إيه في دين هين دينة إسلام كا فين تاذي أور تاغيهين تاسع فساد في الأرض أه كل ذبك مفسدين تأنا إلهي مجعلا بل يعاقبهم ويسعون واسعنهم في الأرض للك فيه فسادنا لسعنهم والله إلهنا لا يحب مجعل المفسدين كل واحد فسادية مجعل كل آيات كاس وحير هذا الدب قلنا قلنا وسداس أنكسر شرحني سداس في شامين الشغيد أنه شرحي حق إن يتهانا وأرقنا محايا لي وإن آيات أمروها كما جاءت حق أنكسر شرحني تفسيرك أول كيس سيدة كتمت آياتك أمره أما هذا آياتك رب السلاء وكوش شاقي أما رسولك سيدة وكوش شاقي أدام هذا إنها طافتوت سكرة مسيحة كرابسو أما دود أو معرفة من الحدين وأن آياتك هي الصفات آياتك نزوز كوخي إن أذرع الله أولا وحبدا كدقني متى هذا الدلي متى هذا الدلي وحواه يعني الشيء هذا أود أولهين هذا الشيء سيدي ما أرته وقلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة كوية فأخذكم صاعقة وأنتم تنظرون إلهي رحمة دي سوم باجر تموغي دوتك طه يف لبني سيدوت سلاوة لبقى عمود ميولي الكلية ما كفريه ما هلك عنه ليه ما كورسيه النسك مما عمل ذي الدين بل يداه مفسودة ثاني يدو الله فوق الدين سلا كر ما يكجب انت أسا ما أرتي أسلم وأعلم وحنا إليهين فلف صالح ما أرتي يا أسلم خلف كان معرفتي يا أعلم أعلم خلف سلف صالح أسلم مبدئ هذا معرفتي عقيدة هذا نوجه يبدا أجد أنا أعلم وعلم معرفتي بلية كيف هذا واحد تكلف إيه واحد أنا معرفتي اللي هو جبرين أو تراعي عيسو أو فلسفة اليونان كتمت إيه واحد الله واحد قال هذا الشبهات أي لتمت أدونيس معرفتي إنات دينتي اللي حقاليسو أجد تواضي أدينتي كحرت مجرت وحاس فاضل وها إن شاء الله ويسعون واسعنهم في الأرض أرضي فيها فسادنا لسعنهين والله إلهي إن الله يحب مجعل المسدين كوه وحفستاذي ولو أن أهل الكتاب كتاب كي الكيس آمنوا أي رمهين لهاي واتقوا ربك عبصل لهاي لكفرنا وقرن لهين ورب عنهم أقرب سيئة من يالكو ذنك قرن لهين ولا أدخلناهم وقرن لهين جنة النعيم النعمل الجنة كيذن قرن لهين ولو قال أنهم أيضا أقاموا التوراة أي أغان والإنجيل أي أغان وما كي أي أغان نزيل للدجي إليهم أيضا أنتك ألوس الدجي من ربهم لوغس الدجي لأكلوا من فوقهم يكعون اللهين يوم من تحت أرجلهم لوغس وصر منهم أمة تراكمية مقتصدة الحيثة وكثير منهم ساء ما يعملون والله سبحانه وتعالى أعلم. أهل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أعيد أسان درسك أن إن شاء الله أكب الله بينما أنت وأعيد رقم كذيو يهي اللحظة إن يتضب وصورة المائدة كمدأة أعيدي وردي مدانقص أقول نقنه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو قال أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إنجيل هي التوراة
توراد إنجيل هذه أوجل هايل معنى إيمان وحا أي شيئان أردن أو كسغان أردن أو لوغيس الدجي أردن أوجل هايل وسيسا أخر مهيل هايل وحانا كميدا نايا محمد رمين تيسي إيوماكي أوجل هايل نزيل الدجي إليهم أيغا من ربهم ربه قد حديث اللوغيس الدجي وقرآن كان أستغنا جدي من ربهم ألغس الدجي لأكلوا وعون الله من فوقهم تشوى ضيعا لأدرنا عليهم الأرزاق يعني بإنزال المطر من السماء كركو ذا كعون الله ينروب كان كسر الدين لهين ومن تحت أرجلهم نوا كعون الله وما هي تعي من انبات النبات من الأرض منهم أمتنا كمذا مقتصدة لحد حيستة وكثير منهم ساء ما يعملون كركا سد حد رجواي سيدا آيات النوشة كتاي قرآن كنا لغو شاكي سورة فادر ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يعني أيضا أمة محمد سدح اللوقي بي ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات من ظالم يعني نحن هذا يعني سابق سدح لبعضنا الجنة قلعين لي جنات عدن يدخلونها أما أمدان هذا بنو إسرائيل غاية ما فيهم أمة مقتصدة نوال بعد هذا كاسي قارن أما سابق قل ما أن يوجد فيه انت لقاها لا ير أما بدقود وكثير منهم ساء ما يعملون سلا صور لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمتنا كمذا مقتصدة بعد حيثة ومن مقابل موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلن واتيك العيدين آيات كلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يجدون إلى آخر الآيات ومنهم وحاكم إلى أهل الكتاب كأمة مقتصدة لحد حيثة وكثير محبضا أو منهم أيها كمدها ساء وحاهم هذي ماكي يا حماذي يعملون يعمل فلايين يا أيها الرسول رسول قال وبلغ قارسيه ماكي أنزل لديجي إليك أدق أنت كاللقود ديجيي من ربك الرب هذا حق يسلق أقسر ديجي قارسيه وإن لم تفعل هذا هذا فصل فما بلغت ماذا قارسين رسالة هو رسالة دي سي رب ماذا قارسين كل قسر ديجي رسالة دي سي والله إله يعصمك دورا من الناس تحقي سكاء دورا إن الله إله إله يهدي مهنون يا القوم قوم الكافرين أو قالاء أرتع يدى سيدة الأركيسين بلغ ما أنزل لي ماذا جميعي كين ولذا وحال يري وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني جزء من هذا قريسه ما أذن قارسينين كلك عاشة وحي ترى هدو النبي وآيات قرن لها وقرن لها وتخشى الناس والله وحق أن تخشاه وآياته وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتقضي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله وحق أن تخشاه عاشة وحي ترى رضي الله عنها أنك يراهي تري محمد عليه الصلاة والسلام شيء تبليغ صلى فاروق يقريه فقد كذب دانو الشيخ الروايان وحيهد أعظم على الله الفرية مدك لعلي رضي الله عنه يا عباس قدي والله وبيمت وحي مجرى ليري نبغى أدنك أخاص أهان إذن كل شيء أصنو مدعا مهان وبشيغل مجر توري ابن عباس حالنا وحيري والذي فلق الحب والنساء وخلق النسمة وبراء النسمة إلهي حبت لنبلي فالق الحب والنواء وكيف كسب بحيي أو برعنا سوى نفط أبو ران كل عرته مجرو يروحنا يقول لوسي إلا فهما ونن أقصى من القرآن أقصى يروح قانس ذيذا وراغدا كل ذا قانس ذيذا قرقل كذا كحيرا أو قانس ذي محاك لنا وحاك لنا فكاك الأسير نن كلا قفالين سوف كيو هي عقل ديا ذا كل ذناي وأن لا يقتل مسلم بكافر قال إنها مسلم لا يدري إنها دجال دلا لا يدري إياه مدينة أيضا وحرم من عور إلى ثور أكل ذني كل ما يشتن هذا الطريقة إليه حقيقية الشريعة إسلام كوخي بنهيين وطريقة إليه وحقيقة شريعة هذا وشريعة هذا ظاهر كأه واسكيين وشريعة بلا حقيقة حقيقة بلا شريعة منهم ما هكذا يسوه وإليه وحيقال عن السنة كذا نبغى علي يقال نبغى يقال جبريل إله يسوه قرسي ومدك لنا مؤقى مجره شريعة هذا اللفت هذا هي الحقيقة تؤه وسيد حديث كان نسكي سكويا لنا وحالي لقوقري يقولون لقوقري مجران يا أيها كن الرسول الرسول كوبلغ قارسي ماكي قارسي انزل اللي تجي إليك أذنك انت كالو تجي
ashcariyada ay sheegaysaaba rumaynay sooma oo afartii ambiyada u waajirtay maxaa ka mid ah iyo afartii ka mustaxilkeed afartii ka mustaxilkeed waxaa ka mid ah kitmaan inuu nabiga wax gaarsiin la yiri dadka qariyo kaasa huwa alxaq xaqa wakaas maxaa yeele ashcariyada fiiha alxaq waalbaadil xaqna waa ka baxa aslanba horta kitaab fi lislaam oosan xaq ku jirin ma jiro ee waa un ma aragtay dabna un waxaan qur-aanka ahayn waa un laga helayaa laakiin waxaan la fiirinaynaa waxaa qaacidada islaamka caamka ah la fiirinayaa yaa ayuha kana rasuulu oo rasuulka ubalig gaarsiiy maa kii unzila la deji ilayka adiga intii kaa lagu deji min rabbika lagaaga deji wain lam tafcal haddaadan falinna famaa ballaqta ma adan gaarsiin risaalata shaygii lagu soo dejiyey risaalati ama risaalata rabbika ma adan gaarsiin kolka jamiic oo nabiga u gaarsiiyey xajat lwidaaci yuu yidhi antum mas-uuluuna cind allah ilaahay agtiisa waa laidin weydiinaa inaan idan gaarsiiyey maxaad ku markaxaysaan maada tashaduun kolkaasay yidhi nashhad annaka ballaqta wanasaxta waadayta saasay yidhaaheen kolkaasuu nabiga farta intuu kor u qaaday cirka iyuu haddana soo hobiyey oo is yidhi allahuma fashhad kolka sidaasay saxaabada iyo wama bacdahumba looga markacay nabiga wax uu qariyey oo cali gooni ugu sheegay ma jirto wallahu yacsimuka min annaas meeshaan cismada ay leeyihiin maaragtay ashcariyada ambiyada cisma u waajibtay oy u gedinaayeen xagga maaragtay dunuubtii laga dhowray dunuubta barkeed oo khafiifa waa ka dhacaysay laakiin waa la baraarujinaay cafa allahu canka lima adinta lahum iyo maa kaana nabiyan an takuuna lahu lasraa xataa yutqina fi lard waxaa sa aadamu rabbahu faqawa laakiin shayga ay ummadda gaarsiiyeen shayga asaga waa maxsuum waa la isku raacsan yahay maxaa yeele taqriiraa la yidhaahaa mar hadduu ilaahay u aamuso ee masaladii usuulkaa meeshaan gelayso yacani nabiga ijtihaad ma samayn jiray mase calaa kulli xaal wax alla waa maa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa xataa haddaanan aayad iyo xadiis u ahayn qowlkiisii xaq waaye mar hadduuba ilaahay u aamusos ka joojinin waa kolka wallahu yacsimukadan hadda maxay keenaysa cismadan waxaa waaye xifdi naxmiirka yacni meeshaan tabliiqa la yidhah maogta gaarsiin gaarsiintii nabiga wuxuu yidhi yaa rabbi yatajamacuuna calaya seen isaga celinaa waxaanu jamcun khafiir balkaasu wuxuu yidhi rabbi annagaa kaa ilaalinayna kolka nabiga waa la ilaalin jiru yihi markii hore caaisha waxay tidhi daata leylatin yuu nabiga sahara uu hurdi waaye maxaa kugu dhacaan ri leyta lii ii sugnaadan rajulun saalixan min asxaabiya yaxrusuni alleyl shan qaraan maqallay markaas wuxuu noqday sacd bna abi waqaas war maxaa u timid inaan ku ilaaliyo kolkaa nabiga quuradiisaan maqlays istaraaxa uu ku seexday calaa kulli xaal makana waa kii abi aalib rag uu yeeli jiray ilaaliya kolka calaa kulli xaal markii aayaddan wallahu yaxsimuka min annaas ilaahay kusoo dejiyey yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu intiqiimadiisii iyo gurigiisii madaxa ka soo bixiyey yuu yidhi iska kala dareer kolkee lama tirin karo inta waaqicaa oo nabiga gaalada mar ay saxreen mar asagoo geed keligiisa hirgala ay ugu yimideen oo seeeay ka ilaaliyey wax la xisaabi karo tii aan soo maro laba nin ayagana ma aragtay inay mar dilaan damceen oo ilaahay ay abudufayl miyuu ahay ninkii laba nin oo ayagana ilaahay ka koriyo masjidkaba ugu yimideen oo uu dhihi jiray ma aragtay maxamed waxa iga sii mulkigaada aan qaybsanno iyo maya kolka bacdaka aan haysta maya kolka inay dileen ay ku tashadeen ilaahay ka kafay wallahu ilaahay yaxsimuka ku dhowra min annaasi kaa dhowra wakayri daalika lamaba tirin karo intay un khido u dhigeen oo ilaahay ka kori in allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniya alqowma qowm alkaafiriina oo gaala yacni azalan ama dabcigoodaba uu kufr yahay hanuun meelaayiin qul dhanaabi maxamedow yaa ahla alkitaab kitaabka ehelkiisa uu lasuma adaan ahaanin calaa shay shay korkiisa ma ihidiin xataa tuqiimuu attawraata intaad ka ogtaan walinjiila aad ka ogtaan wamaa kii aad ka ogtaan unzila la dejiyey ilaykum adinkii intii ka laidiin dejiyey min rabbikum rabbigiina xaggiisa laidinkaga soo dejiyey walayasiidanna ziyaadiyaa ziyaadiyaa kasiiran fiil badan oo minhum ahlu kitaabka ka mid ah maa kii unzila la dejiyey ilayka adiga intii kaa laguu soo dejiyey min rabbika rabbigaada xaggiisa lagaaga soo dejiyey u ziyaadiyaa duqyaanan kibir iyo bakufran gaalima falaa taasa hatiirin cala alqowm qoom garkooda ha ka siirin qoomta alkaafiriina oo gaala ah ee aayaddan ilaahay nabi maxamedu kula khitaabay ku caddeeyaa la yidhi adigoo maaragtay ahlu kitaabka u yeeraya lastum calaa shayin ay shay-in yuctadu bihi min addiin shay la toodeebo oo diin ka mid ah oo saaran tihiin ma leh ilaa shuruudaan idinka hela qaayadeen maqoyaha oo maxay tahay tawraadda aad ogtaan oo aad rumaysaan
أود قاسان والإنجيل إنجيلنا أدرميسان إنجيل همارة قوم عيسى كتاب كودي واهي حنبارين توراة قوم موسى كتاب كودي واه والله بدا كتاب إيه وما أنزل إليكم من ربكم وحام الله بدي إيه قرآن كل قدر أدرميسان أدرميسان مضمون كود أدرميسان انت أزنها وحكم إذا بحثة النبي عليه الصلاة والسلام يا النبي بين الرومين تيسا يا كتاب كل جزء تجي ولا الروميو ترى يبغى كينا ينكتب تاسودن كل كاسيدا يشان أم بعد شيء دينا يا الله بيكرا واضح ستان كل كاسيدا أي روميان استدعى أما أي أوجان دول بدن أو الكتاب ككمل أه شيء الجزء تجي القرآن كل جزء تجي وحوز يادنا كبر يا قالم كنا وحوي وحوي يري مفسرين تعالى شقاء ومد أقول درموا شيء حليم لقر قاعد لها يتوسنان يطاعه إيو حق يتقوى لقى زياسلنا معايا الآيات مركز تكتبه وحاوا هاي معرفة مؤمنين وحاو زيادينيس معرفة إيمان زيادينيس سيدا آية غبضا لقو الشيغي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله آياته وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان سمعين وإذا تليت عليهم آياته هل قصدقوا زادتهم إيمان في آيات الله شاكبا الوسعة تجيبا دول بدون آيات كميا وهي زيادين الكبير يقالمو كل قولة داست آيات كثيرين اللي وحيزين أهد اسكسار تجيين الجرين لأنهم ليسوا محايد الجرين لا في العذر ولا في النفير وحي كادي باين لما أركو قل يا أهل الكتاب كتابك إيه الكسو لستم إيهدين على شيء شكو الكسميهدين إيه اللي اعتدوا به من الدين وشيء اللي تدوى الدين وذي ستار ملك إلا شيء قال لذين كهل حتى تقيموا التوراة انت أكتان والإنجيل أكتان وما كي أكتان إنزيل اللي تجي إليكم أنك انت قال لذين سوى تجي من ربكم ربك إن حقس لذين كهل سوى تجي مركزات شيء الدين هاي ستار ولا يزيدن زيادية كثيرا دول بدن آمنهم أهل الكتاب كمدة ما كي قرآن كي منزل اللي تجي إليك أذيك اللي انت كالوسة تجي من ربك حربك حقي سلقاكس تجي بغيانا كبير وحد قدبة مجاوزة وهي المجاوزة والمبالغة في الكفر حدود الكتبوة إيا وكفرا قالموا أزيادنا فلا تأسى هثيرا على القوم قوم كركوضا كثيرا الكافرين أو قالا إن الذين دولك آمنوا الرميين والذين دولك هادوا يهودية إيا والسابئون سابئون إيا والنصارى نصارى من دول آمن الرمي بالله محبوس الرمي واليوم الرمي على آخر أدن به أو عمل عمل فلا عمل عمل صالحا صوبا فلا خوف حبسي عليهم دشوة ما ولا هم أيضا يحزنون كواتير ما آيات دان وحاو آيات الله من الله سوامرني آيات دان آيات دي وحاو كمدة سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سواء يجبه بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن حق سورة البقرة فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تلك الكوريس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح آيادها صدنا اسكم معنا قولك آيادها بحيث سني إن لفظ هذا الأسم وحبه كوتري أنا ما أعرف المسلمين أنها أنها نصارى أنها أنها يهود أنها أنها صابع أنها أنت صدنا وحي كوتري ماله إلى لقاه له إيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالح مركا أم بمعرفتي أتوسنتهي والله سبحانه وتعالى أعلمه.